وعشان كده بقى بالتحديد تعالوا كده نصبح على كابتن احمد فاروق السيد، مدرب حراس مرمى فريق هوكي الميدان في الزمالك، طبعا نجل الراحل العظيم نجم كره القدم بالنادي ومنتخب مصر كابتن فاروق السيد. نهارك ابيض يا كابتن. نهارك ابيض يا كابتن. نهارك ابيض. صباح الخير. صباح الخير. ازيك يا انجي؟ ازيك يا زينه؟ صباح الخير. يعني في البدايه كابتن طبعا مبروك التاهل لنهائي بطوله افريقيا الانديه طبعا بغانا، وكلمنا بقى عن الاستعدادات الاخيره للمباراه النهائيه النهارده امام فريق الطائرات المصري اللي هتقام النهارده العصر. والله العظيم احنا الحمد لله رب العالمين، احنا مبسوطين جدا 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 وفرحانين، لاننا زي ما انت قلتي لسه دلوقتي بتقولي احنا اول مره نشارك، اصلا نادي الزمالك اول مره نشارك في البطوله الافريقيه، والامكانيات كانت مش متاحه جامد يعني مش كويسه، بس الحمد لله احنا تغلبنا على الظروف كلها، وقدروا الرجاله بقياده الكابتن حسن موسى الجهاز الفني والرجاله اللعيبه وحارس المرمى، ان احنا فعلا امبارح كان عندنا ماتش كنا مغلوبين 2-0 وتعادلنا في اخر 3 دقائق وكسبنا بالشوت اوت اللي هو زي ضربات الجزاء. كان فعلا الفرقه اللي احنا لعبناها اللي هي بطل نيجيريا دي كانت مرشحه ان هي تاخد البطوله، والحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا رغم كل الظروف، والحمد لله احنا بنوعد نادي الزمالك ان شاء الله النهارده باذن الله هناخد الكاس ونرجع بيه ونفرح الزملكاويه كلهم باذن الله. ان شاء الله يا كابتن. هو ده معدن الزملكاويه اللي دايما بيبينوا في الظروف الصعبه. هو كابتن حسن طبعا امبارح قعد معانا بالليل وقال لنا يا جماعه انتوا عملتوا كل، يعني قال للعيبه انتوا عملتوا اللي عليكم كلكم، والجهاز طبعا موجود كان الدكتور سيد والكابتن اياد محمد والكابتن سامح حسين والكابتن محمد موسى، كلنا كنا قاعدين على قلب رجل واحد، احنا ان شاء الله وعدنا ان شاء الله باذن الله هناخد البطوله النهارده باذن الله رب العالمين ونرجع منصورين، ودعواتكم لينا، ويعني مش عارف اقول لكم ان انتوا فعلا ان انتوا مهتمين بالموضوع يعني ده شرف لينا والله، شرف لينا والله. احنا فخورين جدا جدا يا كابتن، وان شاء الله طبعا ناخد البطوله. طيب قول لي ازاي الجهاز الفني هيتعامل مع الارهاق البدني المبذول، بالذات ان احنا امبارح كنا بنلعب نص نهائي مع كادا ستورز، ويعني كمان المباراه استمرت لحد ما تعادلنا في الاخر 2-2 كمان وصلنا لضربات الجزاء. معلش هو دلوقتي انت فاهمه ان الهوكي زي الكوره بالظبط، يعني هي 11 ب 11 ونفس الملعب الى حد ما، بس ملعبنا اصغر. فانت النهائيات دي ليها طابع خاص تاني، يعني انت مهما تتكلمي الفنيات والكلام ده انت بتنزلي الملعب خلاص الموضوع بينتهي بقى خلاص، فاهمه؟ بيبقى ليها اسلوب تاني خالص. فان شاء الله باذن الله احنا هنحاول على قد ما نقدر باذن الله ان احنا نقفل ونلعب على الهجمات المرتده اللي هي ممكن ان شاء الله باذن الله تخلص. هو ده دي النهائيات، يعني انت لو بتتفرج على نهائيات الكوره في بطوله افريقيا بتلاقي ان الفرقه ما بتبقاش يعني فنيا مش اللي هي جيده جدا، لكن هي بتلعب على قد الموضوع عشان خاطر احنا عندنا الماتش بيبقى متقسم ربع ساعه اربع تشوط، كل شوط ربع ساعه، فانت بتحاولي تقسمي كل ربع ساعه على قد عشان مجهودك ما يروحش، لان خلاص دي 60 دقيقه خلاص انت هتموتي نفسك فيها باذن الله عشان ربنا يكرمنا ونرجع بالكامل. ربنا يكرمكم يا كابتن ان شاء الله، يعني كل التوفيق ليكم ودعواتنا ليكم ان شاء الله ترجعوا النهارده بالبطوله ان شاء الله. كل التوفيق ليكم يا كابتن. الف الف مبروك يا كابتن. شكرا يا كابتن. ربنا يخليك، ربنا يخليك، متشكرين جدا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا.